بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الغربة مع الأولاد، واليوم الأولاد مقترحين علي يحبوا على فريكاسيه. هاني باش نعملهم إن شاء الله يجيهم باهي، فريكاسيه تونسي لا محالة. من هارت اللي جيت يحبوا على فريكاسي، اما ما لقيتش المعون اللي باش نعجن فيه ولا نحط فيه، او اقترحت عليهم الشراو صحفة بلاستيك نعجنوا فيها على الاقل. كما تعرفوا معون عزاب الموجود باش نستعملوه. خذينا نص كيلو فارينة، هذه المكونات، نص كيلو فارينة، مغرفة سكر، ومغرفة خميرة نتاع خبز، ومغرفة ملح، ونص مغرفة بيكنج باودر خميرة جاتو باش يخمر فيه. صعب الطبيعة، ماء دافي، وعنا زيت. نبدأ على بركة الله، ناخذ البيكنج باودر نغربلوه شوية بالصفاي، غربلنا البيكنج باودر، وباش نحطو الملح. نحطوهم مليح الفارينة، خلطناهم بالفارينة، باش نحطو السكر، خاطر السكر يعاون الخميرة على القمران، يعني يعاونها شوي. شوية ماء دافي، نكملو مغرفة زيت، كملنا مغرفة الزيت، حطينا السكر والخميرة، تو نبداو نعجنو. نه على بركة الله، نزيدوها شوية ماء. نصب الماء ويعني يردوا بالنا، خاطر فارينة ما نعرفوهاش، ما نعرفوش قداش تقبل. خرجنا العجينة باش نجمو نلموها بالكدا، حطيناها على الطاولة، تلزمها تختم ما تبديش فيها برشا هواء.
من العجينه نتاعنا تلمت بالكدا حتى كان لصقت ما تخافوش منها. تو باش تخلوها تخمر، يعني نشرشوا شويه فرينه في قاع الصحفه ونرشوا عليها هي ونخلوها ونغطوها ونخلوها تخمر بالكدا، ومن بعد نرجعوا باذن الله. هذه العجينه خمرت كما شفتوها، تو باش نحلوها نقصوها في البيت، يعني عندها حوالي ساعه تو، يعني خمرت بالكدا خرجوا منها الهواء. تو باش نحطوا شويه فرينه ونحلو بالقلقاب. نبداو بسم الله، يعني الاولاد للزيت مش يشرو برشا معون جديد، شراو الصحفه اللي عجننا فيها وشراو القلقال وشراو الركاده نتاع القط وشراو برشا حاجات ما كانوش يخدموا بيهم. نحاول نحلوها جيده باش تجينا كيبات رهيفين وجيدين. يعني السمك نتاعها باهي، نقصو المكيبات ونخلوهم نفس الشيء على يخمروا لين يجي وقت القليل. ناخذ القياس باش ناخذ الحجم هذا. بسم الله، هكا كيبات هكا شويه، ونحضروا لهم بالطبيعه طبق بالفرينه كما شفتوه هذا. نخلوهم يرتاحوا شوي. بعد ما قسمنا توا الكعبات الفريكاسي حضرناهم وقصيناهم، نحطوهم يرتاحوا شويه، خليناهم رشينا الفرينه تحتهم حوالي لين نحضروا احنا الخليط نتاعنا. بالطبيعه الفريكاسي معروف بالهريسه، البطاطا، العظام، الزيتون، نحضروا المكونات نتاعنا ومن بعد نقليو الفريكاسي. توا باش ارتاحت شويه العجينه خليناها زيت خمرت شوية، طيب باش نبداو في القليل. بسم الله، ناخذوها من الفرينة يلزم شوية زيت الزيت والمعون يكون غارق شوية باش نقليو فيه. توا بعد ما قلينا الفريكاسي وبرد، توا رجعنا لكم باش وريناكم باش نحطوا فيه. كما العاده عندنا بطاطا مسموطه عملنا فيها شويه معدنوس، عظم مسموط كذلك قصيناه، حكتون نحينا لها الزيت نتاعها واستقطرناها وحليناها، شويه زيتون اكحل، احنا زدنا شويه جبن، هذه جبن اصفر جريير، وعندنا الهريسه هي اساسها، الهريسه زدناها الماء شفتوها كيفاش ولات، معناها ناخذو مغرفات هريسه ونزيدوهم بشويه ماء ونرفضوهم لين تولي ماهيش جاريه برشا وماهيش خاطره. ونبداو احنا الخليط، بما انه كله باش نحطوه في الفريكاسي باش نخلطوهم هما نايين، باش نخلطوهم مع بعضهم، يعني من غير ما نقعدو نحطو بالطرف بالطرف، نخلطوهم الكل. ذاك العظم، جبن، الزيتون، نزيدو الطن، يعني المكونات الكل خلطناهم. تقعد كالهريسة
اللي ما يحبش الحار ينجم يعوضها لهريسة بمايونيز ولا كريم فريش ولا جبن معناها سائل، جبن كاسكروتي، كل واحد شنو يحب. هذا بالنسبة لي ما يحبش الحار، اما هو اصل الفريكاسي يجيب الهريسة ويجي حار. باش نحلو الكعبات اللي حاضرين، نطليو بشوية هريسة، نحطو شوية هريسة وبعد نعبوه بالحشو. هذا فريكاسيه دياري بالطبيعة، مشكلة نتاع الشارع، يحطوا فيها كعبتين زيتون وبطاطا عادية. اللي يحب الحار ينجم يعبي الهريسة كما يحب، اللي ما يحبش الحار عمل شوية. هذا الفريكاسي جاهز كما شفتوه، جاي منفوش برشا، يعني معبي الكعبات معبيين بالكدا، مش كيما تشروح حاضر يبدا طريف عظم وكيبه زيتون وشويه دوب ليش هريسه. ما شاء الله معبي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتاكلوه بالشفاء. والى اللقاء ان شاء الله في فرصه اخرى.